القنوات ديال الطريق السيار المائي بالماء، هم اللي جايبين الماء للمكناس ان شاء الله بحول الله. هاهما القنوات، ها مشروع ضخم هذا المشروع هذا، دوك القنوات راه تيحفروا لهم وتيردموهم تيتغطاو. ها فين ضرب الدورة من مور القنطرة، ها فين غادي على اليمين، هادي راحنا دابا في الطريق للسوق ديال توجطات. اليوم الخميس، يوم 15 فبراير 2024، هادي 11:54 دقيقة والحرارة 17. كندوزو من هنا قريبة، كنخرجو في ديك الخرجة ديال توجطات، كتلو حنا ديريكتومون للسوق. ها الخدمة فين هنا، هنا غطاو القنوات كما طلعت، هنا راه دارو القنوات وتغطاو، هما تيغطيوهم تيلوحو عليهم الأتربة. راه غاديين يعني خدمة مزيانة. إلا لاحظتوا الفيديو ديال هادي واحد 15 اليوم تنظن، فاش جيت لتوجطات كانوا القنوات هنا باقي باينين، باقي ما ردموهم هاد النقطة هادي. هذا راه مشروع جبار، هذا اللي غادي يفك شويه العزله على مكناس من ناحيه نتاع الماء. ما كاين مناطق اللي مهدده دابا بانقطاعات، يعني بداو فيها انقطاعات. شكون يقول ما ان مثلا منطقه نتاع الشاويه نواحي ديال سطات غادي يبدا يتقطع فيها الماء، وجنوب ديال الدار البيضاء كذلك. راه القوادس فينا هما مردومين في الارض، راه كاين بانت واحد الحفره وبانوا القوادس في وسط منها تيردموهم. هنا باقيين باينين، واش هي شيطين ولا باقي هاد البلاصه كاع ما خدموهاش؟ هاهما هنا مازال باينين، شتو قنوات كبار يعني يدوز بنادم في وسط منهم. تيحفروا تيخدموا الآلة خدامة، هنا يمكن غطوهم هنا باين الحفير، ولكن باين بأنه شوفوا دابا نطلوها واحد الحفرة هنا كتبان، ما باين ليش واش دازوا القنوات في الوسط ولا لا. مضخات، محطات ومضخات، تيدوزو أمطار كبيرة ديال الماء. وشوفوا إن شاء الله السوق ديال توجطات، السوق ديال توجطات سوق كبير كبير بزاف، ولكن بلاصة الدجاج يعني تكون فيها داكشي ديال الدجاج، كيكون جميع انواع الطيور والدجاج، مابقاش داك الدجاج اللي كنعرفو انا الدجاج البلدي وصافي، اولا الفيومي برا براهما، يعني شي سميات الخليط السلالات، داكشي زوين ديال الطيور زعما. حاولوا تشوفوا داكشي ديال الطيور، حتى القنية فيها عدة سلالات، يعني داكشي ولاو كيدخلوا من على برا. انا كاين محطة ديال القنوات هنا على اليمين، حاطين داكشي بحال ديبو، يعني كاين بزاف القنوات.
هما هنا حافرين لي طرونشي ويمكن راه دخلوا القنوات. كيفاش تيلاقيو وحده مع وحده ما نعرف واش تيسوديو تتحطو كتسودا او لا ما عرفتش الطريقه بالضبط كيفاش تيلاقيوهم. مادام هادو قنوات ديال الحديد تنظن غادي يكون تيسوديو.
راس بين الرادار هنا وراه كنعطي اتجاه لوتوروت. شحال واحد يعني كيجي مع الطريق كيجي محمس باقي شاد ديك 120 فراسو وتيبقى تابع الاكسيلاتور يعني تينسى بانه راه خرج من لوتوروت. هادشي يعني راه تيقبض قبض هكا هكا. الطريق توجدات كتدي حتى الفاس توجدات منطقة فلاحية بامتياز. المتتبعين دياولي المتتبعين الأوفياء استمرارية. يعني الفول داخل السوق تقريبا هذه واحد الشهر والزيادة ويعني وباقي ان شاء الله غادي يكون يعني شهر
ثلاثة وفي شهر ربعة، ونتمنوا من الله يدفع مزيان في شهر ديال رمضان. اليوم راه هو الخامس في شعبان، نتمنوا من الله باش يكون واجد. لحقاش كاين شي زوين تيدار مشرمل، يدار مشرمل ويتحط في مع الفطور. وكذلك راه يمكن الانسان يدير به واحد الشوربه، شوربه تاع الفول، دار في بلاصه يبدل الانسان في بلاصه الحريره. وكذلك تيدار مثلا مع الحريره نيت، يعني الانسان اللي استعمل الفول الخضر راه مزيان. كاين اللي الحريره كيدير فيها الفول، فول اليابس مزيان حتى هو، مزيان راه مهم. الطرق تؤدي إلى سوق توجطات. قربوا جهة الباب. انا ندور نول عامر هادشي، عرفت عرفت، بغيت انا نصور هي الباب ديال السوق. هذيك راه بلاصه زوينه على اليمين، وهذه الدخله ديال السوق. بارك الله عليكم. السلام عليكم. بغيت بلاصه نديرها ليه؟ ها هي بلاصه، هذيك هذيك مالها تما، ما عندكش من يمشي يسدو عليك. اه واخا، فين ندير هذا؟ ها هي بلاصه واخا. شكرا.